أيضا حوادث المدارس، الطفل لغاية ما يرجع بيته هو في المدرسة، يعني اللي بيبعت ابنه لغاية المدرسة لو مات وهو رايح في الطريق بسبب مشاكل في الطريق، فده أيضا جزء من العملية، من المشكلة التعليمية. الطفل ده مات دهسا بعجلات جرار زراعي، تخيلوا قدام المدرسة. يعني احنا بنستعرض ليه معاكم الحوادث دي؟ علشان الأطفال في عنق المجتمع، الطفل لغاية ما يرجع بيته هو أمانة في أعناق القائمين على العملية التعليمية وغيرها، المحافظة وكل المسؤولين عن الطرق وعن المخالفات وعن كل. تعال نشوف المأساة اللي تؤدي إلى دهس طفل أمام مدرسته بهذا الشكل. طفل بالابتدائية كغيره من الأطفال لم يخطر بباله ولا ببال أسرته وهي تودعه صباحا أنه الوداع الأخير. ذهب فتحي إلى مدرسته لكنه لم يعد منها، فقد لفظ أنفاسه الأخيرة أمام بوابة المدرسة وعلى أعين زملائه ومدرسيه تحت عجلات جرار زراعي في ظروف لا تخلو من الإهمال من قبل إدارة المدرسة. لقيته مرمي ومتغطي ببطانية، ما صدقتش إن هو، كشفت البطانية لقيته مرمي، ببص بقول يا رب الحمد لله يا رب، بس لقيت مدير المدرسة والمدرسين كلهم واقفين في قلب الباب بيتفرجوا علي كأن عيل ميت، في كأنهم واقفين في السينما. ده فتح بس أبوك في الزنقة. ولحد الآن مش مصدق إن فتح ده، لحد الآن مش مصدق إن فتح ده، أنا دمار عامل فتح هيفرقني، لأن كان نبيه وشاطر وحلو، وكان يعني النويرة اللي فيهم انقطبت. ابني راح، كان حلم حياتي عمري، والله العظيم ما عارفة أعيش من غيره، مش عارفة، حياتي خلصت، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل من ظلم ابني، حق إنه يترفض؟ لأ ده عادي، هيترفض؟ يعني لما يترفض أنا عايزة أهم يموتوا، أنا عايزة أهم يدوها حرة القلب اللي أنا ضايقاها، أنا مش عارفة أعيش، أنا اتدمرت، أنا خلصت، أنا عايزة، أنا بقول يا رب أكون في غيبوبة وبحلم، ربنا كان مديني هدية وراحت مني، تمنيت من ربنا إن أروح ملاقيش ابني، لما رحت لقيت جوزي قاعد قدامه وعرفت إنه هو خلاص، ألاقي دم حتت كده، أنا ما بشوف فرشته فاضية، أنا بخاف أحط 6 معالق مع الصينية، والله العظيم بخاف أحطهم، بخاف أحط 6 معالق كده عشان معلقته نقصت، بخاف. هما ولاد ياكلوا، اقول لهم ما تقعدوش كلكم على الصينيه والنبي ما تفكرونيش، بس عشان خاطر النبي حق ابني يجي، انا عايزه يجي. ربنا يظهر له حق، ان شاء الله ربنا يظهر له حق. كنا خارجين مروحين، راح الباجور جاي شايله، راح جاي معور. انت طلعت الساعة كام؟ 2:30. المفروض تطلعوا الساعة كام؟ 3.
لما فتحي مات راح قافلين البوابة وطلعوا اتفرجوا من البلكون. جا ورا الجرار بمكنة، بس كنت هناك بمسافة 50 متر، داس علي خدهم العجل الأولانية، بس احنا شفنا خدهم الوش الجرار. ساعة ما شفنا ما بصناش للواد، بقى بصينا للكتاب لقينا اسمه، رجعنا جبنا ابوه. هي مش قصة حادثة، ما الحوادث كتير، القصة كلها قصة إهمال وسلبيات وحاجات كتيرة. ما يعني مدرسة قفلت، خرجت الطفل وقفلت الباب، استبرأت من الطفل. ده هو خلصان خالص ومغطينه وهم عاملين يتفرجوا عليه، انا ما شفتش حتى الفراش بتاع المدرسه واقف على راسه. ما كانش فيه حضرتك مطبات، المطبات ده طبعا اتعملت بعد ما المصيبه جت. ما احنا دايما على طول كده، ما بنفوقش الا لما المصيبه بتيجي. يوم الاربعاء بالليل جاء شنطته، حتى قلم الرصاص جنب قلم الجاف، وكراسه العرب جنب كراسه الانجليز، ورايح على مدرسته فرحان، ما يعرفش ان الاهمال هيوصل للموت. الله يرحمه. يعني هل ممكن في حد يتخيل ان القائمين على هذه المدرسة يعني يمكن ان يكونوا امناء على الاطفال؟ او هل في حد مش ممكن يتخيل ان ابنه او بنته في هذا المكان؟ لو تشوف شكل الكتب والشنطة المدرسية وهي ملطخة بالدماء بعد ما التلميذ ضاع، اللي هي أدواته، بقيت الأدوات ومات هو، مات المستقبل. يعني احنا بنودي أطفالنا علشان نأهلهم للمستقبل، مش علشان يرجعوا لنا جثث. الطفل ده في عنق القائمين على المدرسة، اللي تعاملوا مع المدرسة على انها يعني اقفل الباب، طلعوا اقفل الباب. يعني معقولة نوصل لهذه الحالة؟ ده الأطفال لسه بقول هو في عنق المجتمع لغاية يوم ما يوصل بيته. يعني ولما نقعد نتخيل المشهد، يعني الله يكون في عون أسرته وأهله، ما تقعد تتخيل يعني جرار زراعي بيدهسه بحجمه كده، يعني مشهد مش ممكن أبدا حد يتحمله. لكن للأسف الشديد بنتعامل باستهانة مع هذه القضايا. اهو ادواته بقيت وهو مات، شنطته عاشت وهو ضاع، كتبه لطخت بالدماء وهو يعني كان بيقعد يحلم في مستقبله وهيعمل ايه ولما يكبر هيعمل ايه وبيحلم. لكن للأسف الشديد عندنا قتلة الأحلام، من يغتالون الأحلام ومن يغتالون المستقبل، لأن الأطفال دول هم ذخيرة المستقبل. وصمت تام. هل حد حاسب المسؤولين هنا؟ هل حد حاسب المقصر، ولا هتتعاملوا معاه لأنها حادثة، كأن الواد كان ماشي على الطريق أو راكب موتوسيكل ودهسته عربية؟ يعني هل القضايا دي التعامل معاها على انها حتف الطريق، ولا امام عملية اغتيال للمستقبل وقتل للمستقبل بهذا الشكل وبهذه الاساليب؟ يعني استاذ علاء فايد والد الطفل فتحي، استاذ علاء ربنا يصبركم وبايا في حياتكم ويعوضكم خيرا ان شاء الله، وابنك في مكان افضل. يعني الله يخليك يا فندم. قول لي يا عم علاء، في حد اتحاسب؟ حد حاسب حد؟ والله يا فندم لسه لحد دلوقتي المدرسين والمدرسات موجودين في قلب المدرسه، بيناقشوا اعمالهم عادي جدا. بيناقشوا اعمالهم عادي جدا يعني؟ يا فندم. يعني مفيش حد، لا مدير مدرسه اتحاسب ولا مدرسة اتحاسبت، كل ده يعني طفل ومات وخلاص؟
والله يا فندم ما في اي حد اتحاسب، وكل موجود في العمل بتاعه بيباشر العمل، ولا حد اتوقف على العمل ولا اي حاجه حصلت. طبعا ابنك ايه اللي مين اللي طلعه من المدرسه بدري كده؟ مدير المدرسه طبعا يا فندم خرج الاطفال كلها بدري، الكلام ده كان يوم الخميس، والاطفال كلها خرجت الساعه 2:30. هو في الغالب ابنك بيروح ازاي بقى؟ المفروض يا فندم بيطلع الساعة 3:05 من المدرسة. فلما جال الخبر وفاة ابني كان 3:10. لا بيركب ايه عشان يرجع بيته؟ بيجي ماشي يا فندم. البيت قريب يعني؟ لا بعيد، بس هو بيروح ويجي يعني. بيمشي المسافة دي. ربنا يصبرك يا مان. عايز تقول حاجة هنا يعني؟ طب انتوا ما عملتوش بلاغ ليه؟ عملنا بلاغ يا فندم، وتحقق عملنا بلاغ في نفس الوقت. طيب انا اتمنى وزارة التربية والتعليم ما نسيبش حق الطفل ده يعني بحق الدم اللي شفناه على كشاكيله وكراساته وشنطته، ما نسيبش حقه ابدا. ده مستقبل تقطف منه زهرة، بيضيع مننا طفل بيحلم وبيذاكر علشان ينجح وعشان يكبر، ضاع بهذا الشكل وما حسبناش حد. طيب يا استاذ علاء، الف شكر وربنا يصبركم.